معكم عبد الرحمن خالد باتمان طالب في إيف، وطبعا المعهد هذا من أفضل المعاهد الموجودة في ولاية كاليفورنيا ولوس أنجلوس بسبيشالي، وطبعا يقدم خدمات جميلة للطلاب، وطبعا في ميزات مرة كثيرة ما هي موجودة في أي مدرسة ثانية. إذا الطلاب حابين يقدموا مستوى أفضل، خصوصا الطلاب اللي يحبوا إنه يخشوا جامعات، طبعا إيف اللي هو البيست تشويس. أنا جيت من السعودية، المملكة العربية السعودية، قبل تقريبا 8 أشهر، وجيت لقيت هذا المعهد، أول معهد لي. ما شاء الله المعهد مرة 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 حلو، كل شيء فيه له فقرات، دراسة، كل شيء موجود فيه له، كل شيء أحسن ما يكون. والله في البداية كنت خايف، بس الحمد لله طلعت، وكان السكن مدبر وطلعت، وكان في استقبال، كل شيء تمام، يعني مشيت الامور الحمد لله. تجربتي كانت تجربه مره حلوه ممتازه، استفدت منها الكثير. كانت انجليزيتي اول ما جيت مره، يعني مو مره، يعني كندف حلوه، بس دحين الحمد لله تحسنت اكثر بكثير من اول. الحمد لله، صار لك الحمد والشكر. والله عن طريق المدينة، طبعا المدينة لوس أنجلوس من أفضل المدن في الولايات المتحدة، ومدينة جميلة فيها أشياء مرة كثيرة، فيوز وبيتشز، حاجات مرة ممتازة. عن طريق المعهد، طبعا المعهد بيقدم خدمات مرة جميلة للطلاب، على أساس أنهم يروحوا يقدموا أو يروحوا أنهم يحاولوا أنهم يضبطوا اللغة حقتهم، وبراكتس ذا لانجويج فور شور. الصراحة أنصح بكثير من السعوديين اللي يجي هنا، لأنه هذا المعهد متكامل، فيه له كل المواصفات، فيه له كل الطرائق التعدد والترفيه. يمديك تروح أماكن معددة مع المعهد، يمديك تسولف مع أي أحد، تهرج إنجليزي، تخش مع أي واحد، تنصح أي واحد أنصح لهم إن هذا المعهد أفضل معهد في لوس أنجلوس بالتحديد. معهد مرة ممتاز من ناحية المدرسين والطلاب، تعامل الطلاب فيها اختلاف جنسيات، تقدر تتثقف، مثلا عندك جنسيات روسية، فرنسية، تقدر تتثقف من كل اللغات، تقدر تدرس جنسياتهم وأشكالهم، مواهبهم وسلبياتهم وإيجابياتهم وكل شيء في دولهم. ناخذ منهم اللهجة تجي معاهم كويسة، نقدر نستفيد، يعني علمونا. أحيانا يجي طلاب من برا، يجوا على هنا، يجوا يتعرفوا، يبوا يتعلموا مثلا اللغة، يعني مثلا يبوا يتعلم مني لغتي وأنا آخذ منه الأكسنت. طبعا خدمات الطيارة بتقدم تسهيلات مرة ممتازة للطلاب، والحجز حقهم يكون مرة سريع، وأنا من الشباب اللي جربت الشيء هذا ومتأكد منه. طبعا بيسألوا عنك معلومات، وفي نفس الوقت يرجعوا لك الأنسر وكل حاجة. وطبعا أول حاجة الطلاب عندهم طبعا، ومساعدة الطلاب دائما بتكون أولوياتهم. مجموعة الطيار تقدم خدمات حلوة، تحجز السكن قبل ما تمشي من السعودية، انك توصل بدري، انك توصل في موعدك، انك توصل على السكن اللي تبغاه. مجموعه الطيار تقدم السكن واستقبال في المطار، وحتى اذا تبغى مثلا ابتعاث تسوي لك الاوراق عن طريق البوابه، بوابه سفير،
وكل شيء مسهل ان شاء الله. اصعب الطلاب القادمين من السعوديه لامريكا انهم اول شيء يتحلوا بالاخلاق والصفات الحسنه، منها لانه هنا لما تقدم على امريكا ولوس انجلوس اول ما يتعامل معك بصفاتك واسلوبك، اذا كان اسلوبك طيب كلهم يتعامل معك تعامل حسن. بقول الله يوفق الطلاب اللي حابين يطلعوا ويقدموا مستوى برا ويفيدوا بلدهم، وبالتوفيق لهم ان شاء الله، وانصحكم بإيف دائما، ولا تنسوا خدمات الطيار.